السلام عليكم. عادل الزرقاني، تنسكن في حي السلام، بلوك 23، سيكتور 12، نمرة الدار 16133. مشكل اللي وقع لنا، نعم سيدي، انا مشيت باش نطلب واحد الشهاده اداريه، بلا انا ساكن هنا اكثر من 6 سنين، والدار راه ديالي وارث على الوالده ديالي، حنا ساكنين هنا اكثر من 35 عام، وهذيك الشهاده الاداريه راه فايت، عطيها ليا هو، بلا انا ساكن هنا اكثر من 6 سنين. القايد ديال مقاطعه دائره 11، وهذاك السيد القايد ما بغاش يعطيها ليا، وكان عطاها ليا بهذا الصيفه نيتني كنت طلبت له عطاها ليا، وسالت لمده الصلاحيه ديالها، ومنين بغيت نمشي نعاودها قال لي ما نعطيهاش لك، قال لي خصك تجيب المهندس الفيلا ودير كلاطمو ديال بارتمون الفوقانيه وهذه بوحدها باش نعرفك فين ساكن. تقسيم وانا ما عنديش عماره، عندي غير فيلا، داكشي تنعرفو تيديروا العمارات، وانا ما عنديش الفلوس باش نمشي ندير التقسيم كاع. ني شهاده اداريه تطلب زعما بلا ساكن اكثر من 6 سنين في هاد في هاد في هاد الدار، تيطلبوا شهاده الملكيه ها هي عندي، تيطلبوا ريليفي ديال الموضوع عندي في سميتي، لا كارت ناسيونال فيها هاد الادريسه اكثر من 6 سنين، ها الملكيه ها هي. انا ساكن هنا. سيد القائد منين مشيت لعندو قال لي ما نعطيهاش لك، وعمرني ما عطيتها لك، ولا مشيت نتوما للريجيستر تلقاو فايت عطيها ليا، قال لي ما نعطيهاش لك، قال لي ديرني بغيت ما نعطيهاش لك. منين تزايدنا في الهضره علاش ما تعطيهاش ليا لا نعطيها لك، هو يقول لي واحد الكلام خايبني ما نقدرش نقوله في هذا قدام المشاهدين وقدام الناس، الفاظ ديال الزنقه. سبني بكلام خايب ما نقدرش نقوله قدام المشاهدين. قال لك طلب لي المقدم. قال لي زعما راه خصك تخلص عليها 5000 درهم، هذا الشيء قال لي انا ما عنديش. على ودات الورقة. لا جا عندي. حيت انا تنعيط ليه، منين تنبغي شي ورقة تنعيط ليه. المقدم. منين جا لعندي قال لي راه خصك تخلص عليها اداريا، انا ما عرفتش شنو المقصود ديالو فيها. نهار الجمعه مشيت من الصباح حتى العشيه تما تيديو يجيبوا فيا، منين انا ما جمعتش هذيك داك الشيء ما بغاش يعطوني الورقه. شنو داك الشيء؟ 5000 درهم. قال لي راه خصك تخلص عليها عندنا هنا عاد باش يعطيها لك، هذا الشيء قال لي. شحال تخلص عليها؟ 5000 درهم. المقدم. لا ما خديتهاش حيت انا ما عنديش، والله غالب ما عنديش، و لا اله الا الله. اي اتصلنا بالعماله بالباشا قال لك هذا الشيء راه من حقك تاخذه، وعيطوا ليه في التليفون وقالوا له هذا الشيء راه من حقه ياخذه. ومنين مشيت لعنده قال لي راه ما نعطيكش من هذا النهار، عاد نعطيك من هذا النهار، ابتدي من هذا النهار. انا قال لك ما عارفكش واش انت كنت ساكن تما 30 عام ولا 20 عام ولا 6 سنين. طلبت له التاريخ بلي انا ساكن اكثر من 6 سنين هنا، اكثر من 6 سنين ما بغاش يعطيها ليا. منين عرفني بغيت على شي حوايج من الاداره واحده اخرى شد معايا العكس. العماله مشيت عند واحد المسؤول في العماله، صيفطني عنده، عيط له في التليفون قال له من حقه ياخذ هذه الورقه، احنا ني في العماله قالوا ليه وحنا عارفينه ساكن تما، انا ما عنديش باش ندير الكلاطمو، هو تيهضر تيقول لي كلاطمو هذا تقسيم، انا هذه راه الملك ديالي، واخا نكون نعزف في الجرده خصو يعطيها ليا، حيت انا شنو تنسرق كاري الناس ما تنسرقش، الدستور تيخولنا هذا الشيء. شهاده اداريه هو تيقول لك دير كلاطمو، انا كون كان عندي فلوس ديال كلاطمو كاع من نطلب له هذه الشهاده اداريه. والباشا شنو قال لك؟ الباشا قال لي من حقك تاخذها، سير عنده. منين مشيت لعنده اتصلوا به؟ اتصل به واحد السيد من العماله، هو اللي اتصل به قال له سير عنده، قال له صيب له الورقه راه من حقه ياخذها، راه عنده شهاده الملكيه، راه ما نطلب لك والو، مختلفه القانون بلا انا ساكن اكثر من 6 سنين هنا، وما بغاش يعطيها ليا، تيقول لك نعطيها لك من تاريخ اليوم. قال لي انا سبيت قدام ودخلوا المخازنيه والمقدمين، واحد مقدم تيدير من اللور هذا راه حمق ما ديش عليه، شويه عيط لي واحد المقدم في تليفوني، عيط لي ودير الهوت بارلور وتيقول لي زعما واش القايد سبك، قلت له راه كنتي معاه منين سبني؟ لا
وقال لي لا هو ما سبكش وكذا، كلمتي ضد كلمته. منين مشيت عنده دابا قال لي راه حشمت، اما دابا نمشي نتابعك عند البوليس ونقول لهم راه سبيته. علاش تنقول زعما هاد الهضره فهمتيني؟ قال لي خذها ولا سير بلا ما نكملوا هاد الهضره ديال الرساله ديالي. هاد القايده انا ما عرفتش انايا، ما انا حنا كاع ما نبقاوش نطلبوا كاع شي ورقه من هنا، ما نبقاوش نطلبوا حتى شي ورقه من هنا. وانت عطي شهاده السكنه تندمني عليها شهر، عطي اعطيها ليا. وهاد الابوستيني اللي واعر كاع في العماله جبته في نهار، ابوستيني واعر في العماله جبته في نهار، وشهاده السكنه جبتها في سميتي وسميت ولدي. هذه شهر عاد باش عطاها ليا، وابوستيني خصها تعطل في العماله تنجيبها في نهار، تيتساعدوا مع المواطنين وتعاونوا المواطنين كاملين. هذا تيدي ويجيب فيا. سبقني قلت لك عطاك الرميد. عندي الرميد درته حيت كنت مريض، عطاه ليا الرميد شهاده الضعف عطاها ليا، وشهاده اداريه ما بغاش يعطيها ليا حيت الرميد هو شهاده الضعف. اخر طلب تنطلبوا من سيدنا وسيد العامل الله يخليه لينا، سيد العامل راه هو راه تياخذ حق المواطنين كاملين، وتنطلبوا من سيدنا وسيد العامل يشوف من حالنا. حنا راه تنجو، انا راه مهاجر في الخارج وتنجو لبلادنا وتنلقاو اسهل حاجه تيعكسوا معنا فيها. وسيدنا الله ينصرو راه وصى على الجاليه المغربيه، وحنا احنا راه عزيزه علينا بلادنا وتنموتوا على المغرب، وسيدنا تيوصي علينا. وسيد العمل وهذوك اللي معاه المسؤولين الله يعمرها دار، اما نيل تحت راك عارف المشكل. ما عندكش في العماله؟ ما عنديش في العماله نهائيا، عندي مع القايد ومع ذاك المقدم. وقبيله داخلين شي مقدميه داخلين عنده البيرو تيشهدوا، ما كانوش كاع تيشهدوا بانه مسبب. تيشهدوا تيقول لك راه ما كانش كاع، هما ما كاينينش، ماشي ما كانش، هما ما كانوش. هما تيشهدوا لا هادي من هنا. وهاد الشهاده الاداريه فايت عطيها لي، فايت عطيها ليا، وسيروا قلبوا في الريجيستر راه فايت عطيها ليا في هاد الصيفه نيت فيها 6 سنين. ودابا هو شنو تيقول لي؟ تيقول لي انا راه الدستور ما عطينيش، عطيني اختيار اني بغيت نعطيها لك راه نعطيها لك، ما بغيتش راه ما نعطيهاش لك، وما مفروضاش عليا نعطيها لك. هادشي اللي تيقول هو. ومنين تيقول لك المسؤولين مثلا راه ماشي من حقه هو عنده الاختيار، هذا ما نبقاوش نمشيو عنده. ملي كانت هاد المعلومه بصح والله اعلم، حيت هو تيقول لك هادي لا بغى هو، ولا ما بغيتش راه ما مفروضاش عليا قالوا لي. وسيدنا الله ينصرو راه عطينا الحق باش ناخذوا هادشي. ملي كانت هادي تيعطيها هو قانونيا زعما، والله ينصر سيدنا وتيوصي على الله يخليه لينا وعاش الملك وصل العلويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.